كيبدا الفيلم ديالنا بهاد الشيفور ديال البيكو كيدوز من واحد البلاصه كيعقموها حيت فيها شي فيروس، وكمل طريقه وتليفونه بدا كيصوني. هو بغى يجيبو باش يجاوب، تما حس براسو ضرب شي حاجه، نزل يشوف ولقى راسو ضرب غزاله وماتت. فركب وكمل طريقه. شويه كتبان لينا الغزاله الميته فاقت واللون ديال عينيها مبدل. هنا كنشوفو سيوك اللي خدام في واحد الشركه كتمول المشاريع، كيقول المساعد ديالو يتقضى ليه كادو لبنته اللي عندها عيد الميلاد. ومنين كان خارج من الخدمه الطليقه ديالو عيطات له وقالت له عيد ميلاد بنتنا غدا وانا بغيتك تجيبها عندي ولا تركبها في التران وانا غادي نساينها في المحطه. هو ما بغاش وقال لها حتى السيمانه الجايه ونجيبها لعندك، دابا راني مشغول. مورها وصل للدار ودخل عند بنته للبيت ولقاها تحت الغطا كتهضر مع امها وكتقول ليها راني توحشتك وباغا نشوفك. عيط هو على بنته فقطعت التليفون وعطاها الكادو اللي جاب ليها. منين فتحاته تعجبات. هو قال لها مالك واش ما عجبكش؟ وشاف جهة البيرو تما عرف باللي راه جاب لها بحال الكادو ديال العام اللي داز، وحشم بزاف وقال لها شنو الكادو اللي باغا. هي قالت له ديني البوسان غدا نشوف ماما. هو مشى جلس مع امه وقالت له خاصك تديها في بنتك شويه، وخلات له واحد الكاميرا وتفرج في الفيديو وشاف بنته سوان كتغني في الحفله ديال المدرسه وعينيها كانوا كيقلبوا عليه. ومنين ما لقاتوش ما كملاتش الغنى وكانت حزينه. تما هو قرر يديها البوسان عند امها ومشاو للمحطه وركبوا في التران. واحد البنت ركبت في التران بلا ما يشوفها الكونترولور وكانت ما قداش تمشي حيت مجروحه من رجليها وتخبعات في الطواليط. التران تحرك وسوان شافت شي حد هجم على الكونترولور وبغات تقولها لباها ولكن لقاته نعس فناضت تدخل للطواليط. واحد مسافر معاهم علم باللي كاين شي واحد في شكل في الطواليط. منين فتحوا الباب ديال الطواليط لقاو واحد تما وقال لهم كل شي غادي يموت. البنت اللي كانت في الطواليط الثانيه خرجات وموراها طاحت في الارض. المضيفه ديال التران شافتها وبغات تعاونها ولكن تما البنت هجمات عليها وعضاتها وخلاتها وهجمات على اللي راكبين في التران حتى هما. المضيفه رجعات زومبي وبدات حتى هي تعضهم، واللي تعض من اللي راكبين كيرجع زومبي. وناضت الروينه واللي مازال ما تعضوا بداو يهربوا. هادشي كامل وسوان مازال كتقلب على شي طواليط خاويه. فاق باها منين صونالو التليفون وكان اللي خدام معاه وقال له المدينة راها مرونة والعسكر خرجوا للشارع. وشاف داك الساعة الناس هربانة وكيعضوا في بعضياتهم ويرجعوا زومبي. هو لقى بنت سوان وهزها وهرب. وهنا كنشوفوا وحدة حاملة ورجلها كيبعد عليها الزومبي باش تهرب. سيوك وصل للعربة ديال التران وسد الباب بالزربة وشاف الزومبي كيجري مور المرأة الحاملة ورجلها ففتح ودخلهم بالزربة. الزومبي ما عرفوش يفتحوا الباب وغير كيضربوا فيه. سيوك قال لهم راهم كيهجموا علينا حيت شايفيننا، فغطاو السراجم ديال الباب بالجورنال. والزومبي داك الساعه تهدنوا. الشيفور ديال التران قال لهم ما غاديش يوقف في المحطه الجايه. وماين سيوك عيطات له وبدات توصيه على بنته. شويه صوتها تبدل وعرف باللي رجعات زومبي فتصدم. موراها وصلوا للمحطه وشافوا الناس كياكلوا في بعضياتهم تما، والتران ما وقفش. اللي راكبين في التران شافوا في الاخبار ان الدوله علنات الطوارئ باش تسيطر على هادشي حيت الزومبي ولاو في اي بلاصه. الشيفور ديال التران قال لهم المحطه الجايه غادي نوقف حيت العسكر كاينين تما ومامنين داك البلاصه. سيوك عيط لواحد صاحبو في العسكر وسولو على القضيه كي دايره في المحطه، فعرف ان اللي راكبين في التران فاش يوصلوا غادي يديروهم كاملين في الحجر الصحي. فقال له عاوني حيت بنتي معايا. هو جاوبو منين توصل ما تدخلش للساحه وسير للجنب وهو غادي يعلم الناس ديالو باش يخرجوه. يونغ كان كيسمع هاد الهضره كامله ووصل للتران المحطه. اللي راكبين خايفين ينزلوا حيت شايفينها خاويه ولكن نزلوا في التالي. سيوك خدا سوان ومشى جنب ولقى يونغ تابعه وقال له راه سمعوا منين هضر في التليفون. سوان كانت باغا تعلم اللي مسافرين وهو قال لها ما سوقناش. ومنين كانوا اللي راكبين نازلين في الدروج لقاو العسكر كامل رجع زومبي وهجموا عليهم وبداو يعضوهم. سيوك حتى هو بانوا له شي زومبي وهجموا على واحد وكلاوه، وبنته كانوا غادي يعضوه وجرى لعندها ولكن لحقها سانغ وضرب الزومبي وخداوها وهربوا. واحد من الزومبي هجم على سيوك فجا يونغ حط الجاكيطه على وجه الزومبي واعتق سيوك وقدروا يهربوا مع سانغ وواحد المجموعه واحدة اخرى. واللي مازالين حيين جراو للتران والزومبي هرسوا البيبان وتبعوهم. سيوك لحق التران وهو غادي وعاون سانغ يركب. الشيفور ديال التران عيط للمسؤولين وقال لهم شنو وقع في المحطه وقال لهم ما غاديش نوقف حتى للمحطه ديال بوسان يمكن تكون امنه. المراه الحامله شافت باللي كاين شي زومبي في العربه اللي راكبين فيها فخدات سوان ويونغ ودخلوا للطواليط وسدوا على راسهم. ومنين عيط ليها سانغ قالت له راحنا في الطواليط ديال العربه 13. تما خدا معاه سيوك وواحد اللاعب ديال البيسبول ومشاو لعندهم
وصلوا للعربة رقم 10 وكان فيها شوية ديال الزومبي وقدروا يضربوهم ويدوزوا للنمرة 11. تما لقاو الفرقة ديال البيسبول كلهم تحولوا لزومبي وصاحبهم ما قدرش يضربهم، ولكن سانك بدا يضرب فيهم. وتما تران دخل في واحد الغار مظلام، الزومبي تهدنوا داك الساعة وهما عرفوا يدوزوا للعربة رقم 12 وعرفوا باللي الزومبي ما كيشوفوش مزيان وكيتبعوا غير الضوء والصوت. سيوك رمى التليفون ديال سانك وخلاه يصوني، والزومبي مشاو لجهة الصوت وقدروا يدوزوا للعربة 13 ومشاو للطواليت، ولكن تران خرج من الغار فجراو يتخبعوا في الطواليت الثانية. سيوك شاف في المابس ان التران غادي يدخل الغار واحد اخر ويبقى فيه جوج دقائق. اللاعب ديال البيسبول صيفط ميساج لصاحبته وقال لها غادي نجي نعتقك. هي فرحات بزاف وقالتها للناس اللي معاها، ولكن واحد سميتو يو تعصب وقال لها ما يمكنش شي حد يدوز من هاد الزومبي كاملين وما يعضو حتى واحد، ما غاديش نخليوه يدخل العربة ديالنا. موراها التران كيدخل في الغار فخرجوا كاملين من الطواليطات ومشاو بشويه. سيوك رمى واحد الساك والزومبي مشاو لجهته ودازوا، ولكن يونغ طاح وتما كان التران خرج من الغار. سيوك بغى يعتق يونغ، ولكن يونغ من زهره اصطم على واحد الكانيطه والزومبي سمعوا الصوت فبالزربه جراو وقدروا يوصلوا للعربه اللي موراها. سانغ سد الباب ولكن الزومبي كانوا وصلوا وباغين يدخلوا. سانغ كيدفع الباب بجهده كامل باش ما يخليهمش يدخلوا، واللاعب ديال البيسبول كيمشي للعربه اللي فيها صاحبته ولكن ما بغاوش يفتحوا ليهم فبدا يهرس الزاج ديال الباب. وعلى غفله الزومبي عض سانغ فقال لسيوك يرد باله على مراته وولده ويهربوا بالزربه. مراته ما بغاتش تسمح فيه ولكن هو تعصب عليها باش تهرب وفتح للزومبي وبدا يضربهم وهما كيعضوا فيه. اللاعب ديال البيسبول قدر يهرس الزاج واللي راكبين مازال ما مخليينهمش يدخلوا للعربه ديالهم. سيوك جا عاونو وقدروا يدخلوا وضرب داك الساعه يو وقال له راه كنتي غادي تقتلنا كاملين. يو خلى الناس تقلب عليهم وقالوا لهم سيروا لبلاصه واحده اخرى من غير هذه، والمراه الحامله معنقه سوان ومصدومه من هادشي اللي وقع ليهم. وداك الشيء اللي داروا خرجوا من داك العربه، والصديقه ديال اللاعب خرجات معاهم. وحده من هادوك اللي راكبين شافت اختها وسط الزومبي وناضت فتحات ليها، والزومبي دخلوا عندهم وعضوهم. يو واحد معاه تخبعوا ودابا في التران بقاو غير هما وسيوك وهادوك اللي معاه. سوان كانت خايفه وباها قال لها ما تخافيش غادي نديك عند ماماك، وعيط للمساعد ديالو وعرف باللي المدينه ديال بوسان قدرت تحمي راسها من الزومبي وقال له باللي السبب ديال هاد الفيروس واحد المصنع هما اللي مولوه. تما سيوك حس بالذنب. الشيفور ديال التران لقى السكه مسدوده وقال لهم غادي نشوفوا تران واحد اخر يكون غادي في سكه مزيانه وغادي نركبوا فيه، ودابا خصهم ينزلوا من التران بالسكات. يو قال لهذاك اللي مخبع معاه خرج انت الاول، وفاش خرج دفعوا على الزومبي باش يهرب. ومنين نزل سيوك واللي معاه واحد التران جاي دار قصيده، داك الساعه تفرقوهما على جوج. اللاعب ديال البيسبول وصاحبته بغاو يدوزوا وسط الترانات ولكن جايو ودفع البنت للزومبي باش يهرب. البنت رجعات زومبي وعضات صاحبها وجرى يو لواحد التران كيتحرك ولكن طاح، وجا الشيفور يعاونو وعاوتاني دفعوا حتى هو للزومبي باش يهرب. سيوك واللي معاه كان طايح عليهم التران ولكن عرفوا يخرجوا، والزومبي كيجريو موراهم وقدروا يركبوا في واحد التران غادي. الزومبي شدوا فيه وسيوك ضربهم برجلو باش ما يطلعوش وقدر يطيحهم، ولكن لقايو كاين في البلاصه ديال الشيفور وكان تحول للزومبي فهجم على سيوك، وسيوك بدا يدافع على راسو وهذيك المراه الحامله كتعاونو. يو كان غادي يعضها تما سيوك عتقها، ولكن يدو جات في الفم ديال يو وعضو وقدر سيوك يلوحهم التران وداهم موراها ووراهم كيفاش يوقفوا التران منين يوصلوا للمحطه ديال بوسان. بنتو سوان كانت خايفه عليه وكتبكي، وهو قال لها راكي غادي تمشي عند ماماك وتكوني مامنه. هي قالت له انا باغاك تكون معايا وما تخلينيش. سيوك تاثر بزاف حيت غادي يخلي بنته وتفكرها وهي صغيره، وبدا يحس براسو كيتحول وباش ما ياديهمش لاح راسو من التران. المراه وسوان وصلوا للمحطه ووقفوا التران ونزلوا يدوزوا من واحد الغار مظلام، وشافوهم جوج ديال العسكر وعلموا بهم، وحيت ما شايفينهمش مزيان بقوه الظلام فخافوا يكونوا زومبي. صافي داك الساعه قروا يتيريو فيهم، ولكن في اخر ثانيه سمعوا سوان كتغني الاغنيه اللي غناتها في الحفله ديال المدرسه وكانت باغا باها يسمعها، والعسكر عرفوا باللي راهم ماشي زومبي ومشاو يعاونوهم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتة وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تتفرجوا في الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.